السلام عليكم. اليوم نروحوا لولايه تاع المسيله لنقف على الاشغال تاع الحظيره المائيه او المجمع الترفيهي اللي مدينه المسيله، واللي يقع يعني واحد من اكبر المركبات نتاع الترفيهيه والمائيه في الجنوب الجزائري، ويعني اين وصلت الاشغال وفيه مشاكل اداريه ولوجستيكيه. ان شاء الله المشروع هذا يكتمل، وخاصه يعني في الجنوب، يعني مدن كيما في الجنوب الناس تحب تشوف هذه الامور الترفيهيه. هذا شيء طبيعي، انه خاصه انه يعني الحراره لابد، لكن لابد 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 ان يكون في عمليات تاع التشجير حول هذه المراكز الترفيهيه وحل يعني المنشآت الترفيهيه والاحياء. لازم تكون فيه عمليه تاع تشجير كثيفه لكي يلطف الجو، يلطف الجو في هذه الاماكن. اترككم تتابعون، والسلام عليكم. المواطن يربح وانت تربح، باسكو هو الوقت هو راح تكون استغلال، يعني ضروره الاستغلال. وقت تاع الجثه ما قمت نروح، راح يكون منتجع ومتنفس العديدات، يعني بامتياز الحمد لله. الله يبارك الله فيك. نوعيه الاعمال هذه من مثلا ملف ملف مثل اللي كان عندي ريستورون.